ثم الشرط الرابع ورابعها معرفة دخول وقت يقينا أو ظنا، فمن صلى بدونها لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت، لأن الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف وما في نفس وبما في نفس الأمر، وفي الوقود بما في نفس الأمر فقط. نعم، ده رابع شروط معرفة دخول الوقت. لا يكفي دخول الوقت بل معرفته، يعني المعرفة هنا يتحقق، أو المعرفة المراد به الظن فقط ليس اليقين، لا حاجة إلى يقين دخول الوقت بل يكفي الظن دخول الوقت. لذلك قال يقينا أو ظنا، المعرفة إما يكون يقينا أو ظنا يكفي. ثم وهذا عند الظن يجب يعني حقيقة دخول الوقت، لا يكفي مجرد الظن، عند اليقين يعني يكون الوقت داخلا حقيقة، أما عند الظن ممكن يكون ظنه مخالفا لما في نفس الأمر. مثلا هكذا رجل ظن دخول الوقت ثم صلى، وبعد فراغه من الصلاة ظهر له أن الصلاة كانت قبل دخول الوقت فيجب عليه إعادة الصلاة. فإذا عند الظن ينبغي أن يكون الظن موافقا لما في نفس الأمر. فإذا بدونها، فمن صلى بدونها، بدونها يعني بدون المعرفة يقينا أو ظنا لم تصح صلاته، بل صلاته يعني غير منعقدة، لم تصح بمعنى عدم الانعقاد، ما انعقدت صلاته. وإن وقعت في الوقت، هكذا يعني عدم الصحة يأتي بمعنى البطلان، وكذلك في بعض النهيان يأتي بمعنى عدم الانعقاد. وهنا اختل شرط من ابتداء الصلاة، لأجل ذلك معنى عدم الصحة عدم انعقاد الصلاة. أما لو حدث مبطل للصلاة أثناء صلاته فمعنى لو وقع ما يبطل الصلاة أثناء صلاته فمعنى عدم صحة البطلان ليس عدم الانعقاد. أما هنا يعني لم تصح بمعنى لم تنعقد صلاته، لماذا؟ لأن هذا الخلل موجود من بداية صلاته. ثم وإن وقعت في الوقت، هذا غاية، ممكن هو صلى بدون هذه المعرفة، معرفة دخول الوقت، ثم بعد ذلك يعني بعد هكذا صلى، بعد الفراغ من صلاته ظهر له أنه صلى بعد دخول الوقت وما صحت صلاته. لماذا؟ يجب هناك أمران، هذا الذي يقول، لأن الاعتبار في العبادات بما في الظن المكلف وبما في نفس الأمر جميعا. فإذا بدون معرفة صلى، لكن يا اتفقت في نفس الأمر مع دخول الوقت، وهذا لا يكفي، بل مع وقوع الصلاة في الوقت في نفس الأمر يجب المعرفة. لو اجتمع هذان تصح صلاته، وإن اختل أحد منهما لا تصح صلاته. أما في العقود، وفي العقود بما في نفس الأمر فقط، لا يعتبر الظن المتعاقدين. مثلا رجل باع مال أبيه بظن أن والده حي، هذا مال ليس ملكا له بل هذا مال لوالده، ظنه أن الوالد حيا، فإذا هكذا يعتدى على ماله وسبع ثم باع. بعد أن هذا البيع والعقد ظهر له أن الوالد قد مات قبل جريان هذا البيع والعقد، فإذا بيع صحيح. لماذا؟ بموته صار المال له إرثا، فإذا نصح، لا حاجة إلى يعني المعرفة والظن. هذا معنى قوله وبما في نفس الأمر وفي العقود بما في نفس الأمر فقط. نعم. ثم يبين يعني أوقات الصلاة، وقت ظهر من زوال للشمس إلى مصير لكل شيء
مثله غير للاستواء. هكذا وقت الظهر مما يبدا من زوال للشمس. هذا يعني الحد الاول، ثم الحد الاقصى الى مصير لكل شيء مثله. مثله، وهذا كيف يعتبر المثل؟ باستثناء للاستواء. ظل الاستواء يعني اي الظل الموجود عنده، اي عند استواء الشمس. هذا لا يكون في جميع البلاد في جميع الاوقات، لذلك قال ان وجد، يعني في بلد استوت الشمس يوجد في ذلك الوقت شيء من الظل، وبعد ذلك ينبغي ان يكون ظل شيء مثله. فاذا لو كان هكذا فالظل يكون اطول من الشيء الشمس، من الشيء الظل يكون اطول. كيف يطول عليه؟ بمقدار ما يوجد من الظل عند استواء الشمس، هكذا يوجد. فاذا شيء طوله متر واحد، ثم عند الاستواء كان الظل بعشر سنتيمتر. فإذا متى ينتهي وقت الظهر؟ لو كان ظل هذا الشيء متر وعشر سنتيمتر، هذا عشر سنتيمتر يعني ظل الاستواء، هكذا يعتبر. هذا الذي قال أي الموجود عنده إن وجد. وسميت بذلك لأنها أول صلاة ظهرت. لماذا سميت صلاة الظهر بالظهر؟ لأنه أول صلاة ظهرت في الإسلام، يعني بعد الإيجابي. وإلا كانت هذه الصلاة بعد الإيجاب على هذه الأمة، وإلا كانت هذه الصلاة موجودة لعهد الأنبياء السالفين، اجتمعت هذه الصلوات الخمسة لهذه الأمة. أما صلاة فردا فردا على هدى على هدى كانت للأمة السالفة، لذلك معناه أول صلاة ظهرت في هذه الأمة بعد إيجاب الصلوات المكتوبة على هذه الأمة. يعني ليلة المعراج وجبت الصلاة، ثم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح لعدم البيان، بل جاء جبريل عليه السلام للبيان وقت الظهر، يعني في اليوم الغدي من ليلة المعراج هكذا. ثم فوقت عسره، يعني بعد مصير للشيء مثله، يبدأ صلاة العصر، وقت صلاة العصر من آخر وقت الظهر إلى أين؟ إلى غروب جميع قرص شمس، هكذا. إلى غروب جميع قرص شمس، قرص شمس يعني عين الشمس. لا يكفي انتصاف، نصف فوق اللفق ونصف تحت اللفق، هكذا لا يكفي، بل يجب أن غروب قرص الشمس تماما. بل يجب يعني يجب غروب قرص الشمس تماما. ثم نعم 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 لكن انا منتبه، لذلك انا ارجع الى ما قبله واستأنف في كل مره. ثم لما سميت صلاة العصر عصرا؟ سميت بذلك لمعاصرتها الغروب، يعني لمقارنتها بالغروب. معاصرة معناه مقابلة، اتحاد بالوقت والعصر. فإذا في الزمن، فإذا لوقت غروب الشمس تقارن، يعني بالنسبة إلى سائر الصلوات، هكذا. يعني الاختلاف في أسباب تسمية هذه الصلوات بهذه الأسماء، والمصنف أولا ذكر سببا. نعم
ثم فوقت عصر من آخر وقت الظهر إلى غروب جميع قرص الشمس فوقت مغرب كما يفيد الفاء فعصر فمغرب أشعاره يبين مفاد الفاء صحيح يعني ليس هناك مجاز بل هذا على الحقيقة لذلك قال من آخر وقت الظهر كذلك هنا قال فوقت مغرب من ومن الغروب يعني إلى غروب الشمس وقت العصر ثم فورا يبتدي يعني لا يكون هناك فاصل نفلة بين وقت الظهر والعصر ليس فاصل بين العصر والمغرب ليس فاصل هكذا إلى مغيب شفق أحمر فوقت إشاء إلى مغيب شفق أحمر نعم ثم هناك يعني خلاف في وقت المغرب للإمام الشافعي رحمه الله بين يعني له قولان قول قديم وهذا في الحقيقة قوله القديم رجحه أصحابه يعني خلافا لقوله الجديد في وقت المغرب فإذا قوله الجديد في وقت المغرب يعني قليلة هذا يعني ما يسع لخمس ركعات يعني ثلاث ركعات فرض المغرب وكذلك قبله ركعتان ثم بعده ركعتان هكذا سبع ركعات ثم وقت يسع للوضوء يعني رفع الحدث إزالة النجاسة لو كانت ثم ستر العورة استقبال القبلة وكذلك لو كان محتاجا إلى طعام ويتناول شيئا من الطعام وهكذا فهذا يتم لكن هنا أرجح أصحابه يعني هذا متمسكا بقوله أو يعني امتثالا بوصية الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وصيته لهم إذا صح الحديث وهو مذهبي إذا صح الحديث فهو مذهبي هكذا هناك مسائل في هذه المسائل وردت أحاديث وجدها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لكن لم يثبت عنده صحته نهائيا فإذا أوصى الإمام الشافعي رحمه الله أصحابه لأن أوصى الإمام الشافعي رحمه أوصى الإمام الشافعي رحمه الله أصحابه بالنظر الثاني في صحة هذه الأحاديث لو تحقق عندهم صحة هذه الأحاديث يقولون به يعني موافقا لهذه الأحاديث لو تحقق عندهم هكذا أحاديث أوصى الإمام الشافعي رحمه الله أصحابه في حق صحته وبعض هذه الأحاديث ثبت عندهم صحته وقالوا به وبعض لم يثبت عندهم أيضا لذلك ما قالوا به هكذا يعني أحاديث من هذا يعني حديث وقت غروب المغرب يعني ثم إلى مغيب شفق أحمر فوقت عشاء من مغيب الشفق قال شيخنا وينبغي ندب تأخيرها لزوال الأصفر والأبيض خروجا من خلاف من أوجب ذلك يعني الشفق ثلاثة شفق أحمر شفق أصفر شفق أبيض الأول يكون الشفق الأحمر ثم بعد ذلك شفق أصفر ثم بعده شفق أبيض وعند البعض ابتداء وقت العشاء من مغيب الشفق الأصفر وعند بعض العلماء ابتداء وقت العشاء من مغيب الشفق الأبيض أيضا فإذا اعتبارا بهذا الخلاف يسن تأخير العشاء إلى أن يغيب الشفق الأبيض هكذا قال نعم ويمدد
وقت العشاء الى طلوع فجر صادق ثم بعده فوقت صبح من طلوع فجر صادق نعم اليوم ينقطع كثيرا لماذا لا كثيرا ممكن هذا مشكلة في الشبكة لا بس هل هو ممكن خلل في الشبكة عنده ليس عندنا الله يوافق ثم فإذا هكذا يعني ثم يمتد إلى طلوع فجر صادق يعني وقت العشاء فوقت صبح من طلوع الفجر الصادق إلى الكاذب إلى طلوع بعل الشمس أكبر إلى طلوع الشمس تماما لا يعني عند الغروب اعتبرنا غروب تمام قرص الشمس أما عند الطلوع لو طلع بعل شمس من قرصها بعل من قرص الشمس هذا خرج وقت صلاة الصبح وهذه الأوقات تعلمها النبي جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ذكرت في اليوم الغدي لليلة المعراج جاء جبريل عليه السلام وقت الظهر وقام مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه يومين نعم صلى معه يومين فإذا في وقت الظهر هكذا صلى أولا بعد الزوال ثم في اليوم الثاني صلى حين كان ظل شيء مثله أما بالنسبة إلى العصر صلى في اليوم الأول حين كان ظل شيء مثله في اليوم الثاني حينما كان ظل شيء مثليه فقط ثم في اليوم الأول والثاني صلى صلاة المغرب في وقت واحد يعني حين غروب الشمس في اليومين صلى ثم صلاة العشاء صلاها في اليوم الأول بعد مغيب الشفق الأحمر بعد مغيب الشفق هكذا ورد في الحديث الشفق عند الإطلاق هو الشفق الأحمر لذلك قال سادتنا الشافعية هكذا يعني شفق الأحمر يعتبره شفق في الحقيقة ثلاثة كما بينت ثم في اليوم الثاني صلى العشاء عند ثلث الليل هكذا ثم صلى الصبح يعني في اليوم الأول هكذا وقت طلوع الفجر الصادق في اليوم الثاني صلى عند الإسفار عند إسفار النهار هكذا عند انتشار النهار ثم بعد ذلك قال جبريل عليه السلام الصلاة بين هذا وهذا فإذا وهذا الحديث لا يتفق مع ما ذكرنا من الأوقات وكذلك جاء بعض الناس وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة فأمره أن يقيم مع النبي صلى الله عليه وسلم يومين ثم كما فعل جبريل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يومين هكذا وهكذا هناك يعني شيء من الاختلاف فقط يعني هذا حينما صلى العشر في اليوم الثاني صلى قبل احمرار الشمس وكذلك حينما صلى العشاء في اليوم الثاني صلى في انتصاف الليل وهكذا يعني شيء من الاختلاف على كل حال وذاك ثم بعد صلاة يومين بين له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بين هذا وهذا وهذا أيضا لا يتفق تماما ما ذكرنا هنا إلا صلاة الظهر صلاة الظهر تماما يوافق أما صلاة العصر وصلاة الصبح فكذلك يعني صلاة المغرب والعشاء وهناك أحاديث أخرى يدل على أن وقت كل صلاة يمتد إلى دخول وقت صلاة أخرى هكذا ورد في بعض الأحاديث إلا صلاة الصبح يعني بين الصبح والظهر فاصل أما سائر الصلوات ليس هناك فاصل مثلا هذا حديث لو أدرك ركعة من العشاء قبل الفجر فقد أدرك العشاء
وكذلك لو أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فإذا هذا الحديث بالنسبة إلى العصر. نعم الحديث بالنسبة إلى صلاة العصر، لو أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. فإذا هذا حديث، وكذلك في صلاة الصبح أيضا، لو أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. فإذا هذه الأحاديث يدل على أن وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني صلى قبل الاحمرار، أو يعني صلى جبريل عليه السلام حين كان ظل شيء مثله. نعم، رغم أن جبريل عليه السلام فإذا ماذا سمعتم أخيرا؟ رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر في اليوم الثاني قبل إحمرار الشمس، ورغم أن جبريل عليه السلام صلى العصر في اليوم الثاني حين كان ظل شيء مثليه، ومع ذلك يدل على أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس، استدلالا بهذا الحديث الذي ذكرت. وكذلك في هذا الحديث يعني من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس، وهذا يدل على أن وقت الصبح ينتهي بغروب الشمس لا يمتد إلى وقت الظهر. هكذا الأئمة نظروا في جميع ما يتعلق من الأحاديث بأوقات الصلاة ثم استنبطوا هذه الأوقات. أما عند الحنفية معنى خلاف في وقت انتهاء وقت الظهر وكذلك ابتداء وقت العصر، عندهم يبقى وقت الظهر إلى سيرورة ظل شيء مثليه، ليس مثله بل مثليه، عندهم يعني عن الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله قولان، أما عند الصاحبين قولهما موافق لمذهبنا. عن الإمام الأعظم روايتان قولان، وقول يوافق مذهبنا، لكن قول آخر هو الراجح في مذهبهم أن وقت العصر يبقى إلى وقت الظهر يبقى إلى أن يسير لل شيء مثليه، وهو تمسك بحديث أبردوا بالظهر، أبردوا بالظهر يعني أخروا صلاة الظهر نعم رجعنا نعم. فإذا هذا أبردوا بالظهر بصلاة الظهر، معناه صلوا صلاة الظهر بتأخيرها إلى وقت البرودة بعد ذهاب شدة حرارة الشمس عند الاستواء. وفي بلد العراق أو في كوفة ماذا؟
كان شدة حر الشمس عند للي عند كوني للي شيء مثله عند كوني للي شيء مثله كانت شدة حرارة الشمس باقية في بلد الكوفة. فأدرك الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن وقت الظهر يبقى إلى كون لل شيء مثليه هكذا من حالة بقاء حر الشمس وأن تمسك بهذا إلى النظر إلى هذه الحالة إذن وقال هكذا. ثم بعده أنا بينت هذا لأن كثيرا يشبه عليه هذا الحديث حديث صلاة جبريل عليه السلام في أوقات الصلاة. يعني قال في آخره أوقات صلاتكم بين هذين. ثم بعده والعصر هي الصلاة الوسطى. العصر هي الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن. ثم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هذا تخطف خاص على عام. ثم لصحة الحديث به صح حديث بأن الصلاة الوسطى هي العصر. نعم فهي أفضل الصلوات. فإذا لماذا خصص الله تعالى بعد العام في قوله حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى؟ لأن الصلاة الوسطى أفضل الصلوات. لذلك ثم الفضل يعني يليها في الفضل الصبح ويليها الصبح ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب كما استظهره شيخنا من الأدلة. وإنما فضلوا جماعة الصبح والعشاء لأنها فيهما أشق. يعني الصلاة الوسطى هي العصر وكذلك وهي أفضل الصلوات المكتوبات. فإذا ينبغي أن تكون جماعة العصر أفضل من جماعة سائر الصلوات. لكن في الجماعة فضل يختلف مع هذا يتفاوت مع هذا. كيف في الجماعة الأفضل صلاة الصبح جماعة الصبح ثم جماعة العشاء؟ لماذا؟ لأنها لأن الجماعة فيهما يعني في الصبح والعشاء أشق. هذا بالنظر إلى الحضور هذا وقتهما فيه يعني مشقة بالنسبة إلى الحضور للناس. نعم. فإذا يكون فيه فضل. لماذا؟ لأن الذي يحضر لهذين الجماعتين يتحمل مشقة زائدة بالنسبة إلى سائر الجماعات. لذلك يزيد هناك ثواب. أما بالنسبة بالنظر إلى نفس الصلوات فالصلاة الوسطى. نعم. العصر الأفضل لأنها فيهما أشق. قال الرافعي رحمه الله كانت الصبح صلاة آدم عليه السلام. نعم كما بينت أولا يعني هذه الصلوات واحدة واحدة ألاهدة ألاهدة كان لبعض الأنبياء السابقين. فإذا الصلاة الصبح كان صلاة آدم عليه السلام والظهر كانت صلاة الظهر صلاة داود عليه السلام والعصر صلاة سليمان عليه السلام والمغرب صلاة يعقوب عليه السلام والعشاء صلاة يوسف عليه السلام عليهم الصلاة والسلام. هكذا قال الإمام الرافعي رحمه الله. وهناك قول أن هذه الصلوات كلها من خصوصيات نبينا صلى الله عليه وسلم. ليس شيء من هذه الصلوات ما كانت لأحد من الأنبياء بل كانت لهؤلاء الأنبياء صلوات أخرى غير هذه الصلوات. هكذا قوله. وقيل من خصوصيات نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الأصح. هكذا قال شيخنا عبارة بن قاسم عن الإيعاب والأصح أن الإشاء من خصوصياتنا. وقره علي شبرام لسي عبد الحميد صلاة العشاء. نعم صلاة ليس صلاة يونس عليه السلام بل كان بل هذا من خصوصياتنا. يعني صلاة العشاء لم يسبق لأحد من الأنبياء. نعم
لكن هكذا قال الإمام الرافعي. وعلم أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا فلا التأخير عن أوله إلى وقته يسعها. يعني الواجبات في الشرع على قسمين، وجوب بعض العبادات موسع ووجوب بعضها مليق. مثلا هذا وجوب الصوم مليق، وكذلك وجوب الزكاة مليق، يعني لا يجوز تأخيره. لو وجبت زكاة على رجل ثم وهو يجد عنده ما يخرج في الزكاة ويتوافر في بلده ومحلته المستحقون للزكاة، يجب عليه أداء الزكاة فورا بدون تأخير ولا توسيعة. الصوم أيضا هكذا. ثم أما الصلاة يعني موسعة، لماذا؟ لأن لها هكذا وقت ممدود، وهذا يدل على التوسيعة. وعلم أن الصلاة تجب بأول الوقت، فإذا لو دخل وقتها انقضى سببها، لذلك وجبت الصلاة. كيف وجوبا موسعا؟ ما معنى وجوبا موسعا؟ هذا يقول معناه فله التأخير عن أوله إلى وقت يسعها بشرط أن يعزم على فعلها فيه، لكن هذا التأخير ينبغي على نيتي وعزمي أنه يفعل هذه الصلاة في الوقت قبل خروج هذا الوقت، وهكذا يؤخر. أما لو أخرها على عزمي أنه لا يصليها بل يتركها، فإذا هو يعزم يكون عاسيا، آياسم يكون عاسيا بهذا التأخير. لذلك قال هذا شرط، متى يجوز التأخير؟ بشرط يعزم على فعلها فيه، يعني في الوقت. هكذا كل واجب موسى، ولو أدرك في الوقت ركعة لا دونها فالكل أداء وإلا فقضاء. ثم الصلاة هكذا أداء وقضاء، الأداء يعني ما يفعل في الوقت، والقضاء ما يفعل بعد ملي وقته. هذا يعني اصطلاح في الفقه، الأداء والقضاء، لكن في اللغة معناهما واحد. أدى بمعنى قضاء، الأداء والقضاء يعني فعل شيء، هذا معناه اللغة. أما هذا المعنى اصطلاحي. فإذا لو أدرك ركعة من الصلاة يعتبر من الأداء، ولو أدرك ولو لم يدرك من الصلاة ركعة، أي صلاة كان، صبحا ذات ركعتين أو مغرب ذات ثلاث ركعات أو أربع ركعات، أيا كان، لو أدرك ركعة في الوقت يعتبر هذا الصلاة أداء. لو لم يدرك ركعة بل أدرك أقل من ركعة تامة فيعتبر صلاته قضاء. ثم فهذا الأداء والقضاء ليس بالنسبة إلى الإسم، أما بالنسبة إلى الإسم إخراج جزء من الصلاة ولو كان يعني السلام فقط أو جزء من التسليم فقط، تأخيره عن وقت الأداء يؤثم به لو لم يكن له عذر، أو يعني في صورة لو يعني هو أخر هذه الصلاة حتى يتليق عليه الوقت هكذا. فإذا لو بدأ الصلاة في الوقت وكان عنده ما يسع الصلاة ثم بسبب تطويله خرج، فهذا لا بأس، لا يكون عافيا. هذا الذي يقول بعده ويثم بإخراج بعضها عن الوقت. أما هذا يعني باعتبار هي أداء وقضاء في الاصطلاح، ويتم بإخراج بعضها عن الوقت. فإذا أين يفيد هذا اعتبارها أداء وقضاء؟ يفيد في النية. فإذا رجل يصلي في آخر الوقت يبقى من الوقت ما يسع ركعتين من الظهر، وهو كيف ينوي؟ ينوي أن هذه الصلاة أداء، أو يعني في آخر الوقت هو يصلي لا يبقى من الوقت ما يسع ركعة تامة، فكيف ينوي؟ ينوي أن هذه الصلاة أداء.
لو عكس يعني يبطل الصلاة كما سيأتي في النية. نعم. لو كان هذه النية أو الخطو في النية عمدا ويؤثم بإخراج بعضها عن الوقت، وإن أدرك ركعة نعم أدرك ركعة في الوقت لكن يؤثم بالتأخير، هذا غاية. نعم. لو شرع في غير الجمعة وقد بقي ما يسعها جاز له بلا كراهة أن يطولها بالقراءة والذكر هكذا حتى يخرج الوقت. إذن حينما يسع من الوقت ما يكفي لصلاة مثلا لأربع ركعات، أو هو بدأ في أول الوقت الصلاة ثم بعد ذلك قرأ صلاة البقرة هكذا طول طول فخرج الوقت فلا بأس، هذا لا يكون من التأخير الآثم. وإن لم يوقع منها ركعة فيه على المعتمد، عند هذا التطويل هل يجب عليه يقع ركعة في الوقت؟ هذا أيضا ليس بواجب. لماذا؟ لأنه مباشر بالصلاة بالواجب، لذلك يكفي هذا. فإن لم يبق من الوقت ما يسعها أو كانت جمعة لم يجز المد، يعني وحينما يبدأ الصلاة لا يبقى من الوقت ما يسع الصلاة لا يجوز له هذا التطهير، أو صلاة كانت جمعة لا يجوز له التطهير، بل ينبغي يبقى ويقع جميع صلاة الجمعة في الوقت. ثم لأن الصلاة يعني صلاة الجمعة لا تؤدى قضاء بل تؤدى أداء فقط، ولا يسن الاقتصار على أركان الصلاة لإدراك كلها في الوقت. يعني سبق أن بينا مسألة في الوضوء، لو كان الوقت ضيق فإذا لو ضاق الوقت يجب على المتولي أن يقتصر على الأركان فقط، وهنا ضاق الوقت فهل يجب عليه الاقتصار على الأركان فقط حتى لا تخرج صلاته عن الوقت؟ هذا ليس بواجب، فرق بين هنا وهناك. فهذا هو باشر بالمقصود من العبادة، الصلاة مقصود، أما الوضوء واسطته، لذلك يجب هناك الاقتصار على الأركان، أما هنا لا يجب على الاقتصار على الأركان. فرع يندب تعجيل كل صلاة ولو عشاء أول وقتها لخبر أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها. نعم، يجوز هكذا التأخير، لكن السنة ما هو الفضل في تعجيله؟ يندب تعجيل كل صلاة ولو عشاء. لماذا قال ولو عشاء؟ هذا ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في ثلث الليل، وقال أيضا لولا أن شق على أمتي لأمرتكم بالصلاة في ثلث الليل، أو كما قال. فإذا استدلالا بمثل هذه الأحاديث قال بعض الأئمة أن تأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل. إذا ردا على هذا القول قال هذا ولو عشاء أول وقتها. لماذا؟ هذا الحديث الذي يعم جميع الصلوات. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فأجاب من الأجوبة المختلفة الصلاة لأول وقتها. هذا سؤال سئل مرارا. فإذا في بعض الأحيان قال الجهاد في سبيل الله، في بعض الأحيان قال بر الوالدين، في بعض الأحيان قال الصلاة لأول وقتها، في بعض الأحيان قال ما داوم عليه صاحبه. هذا اختلاف في الجواب بحسب اختلاف الأشخاص أو الحالات. على كل حال من جملة هذه الأعمال أفاضل الأعمال الصلاة لأول وقتها، استدلالا بهذا الحديث يندب تعجيل كل صلاة وتأخيرها عن أوله ليتيقن جماعة أثناءه، كذلك يندب تأخير الصلاة عن أول الوقت. لماذا؟ لتيقن جماعة، يعني لو صلى أول الوقت لا تجد جماعة، لا يجد جماعة، فإذا لوجود الجماعة في أثناء الوقت يندب تأخير الصلاة. وإن فحش التأخير ما لم يلق الوقت، ممكن هذا التأخير يكون فاحشا، هو يجد الجماعة في آخر الوقت فقط لا يجب قبله فلا بأس،
ما لم يليق الوقت، لكن يجب أن ألا يليق الوقت، ألا يخرج جزء من الصلاة إلى خارج الوقت. ولظنها إذا لم يفحش، هذا لو فحش التأخير أيضا يندب التأخير متى؟ لتيقن جماعة. أما لظن جماعة ماذا يفعل؟ هو يؤخر أيضا، يسن له تأخير الصلاة، لكن إذا لم يفحش لا يندب له فحش التأخير عند الظن، أما عند التيقن يندب أيضا عرفا. هذا الفحش كيف يعتبر؟ يعتبر عرفا لا لشك فيها مطلقا، يعني هو يتردد هل يجد جماعة أو لم يجد جماعة، هكذا عند التردد لا يندب له التأخير أصلا، بل يصليها لأول وقتها. ثم والجماعة القليلة أول الوقت أفضل من الكثيرة آخره. فإذا لو جماعة، لو وجد جماعة قليلة النفر ثم متأكد أنه سيجد جماعة في آخر الوقت كثيرة النفر، هل يؤخر، هل يترك الصلاة مع هذه الجماعة القليلة في أول الوقت ثم يؤخرها ليصليها مع الجماعة الكثيرة المصلين؟ لا، بل يصلي أول الوقت. نعم. فإذا أين وصلنا؟ والجماعة القليلة أول الوقت أفضل من الكثيرة آخره. نعم. الجماعة القليلة، لذلك لا يؤخر لأجل الجماعة الكثيرة في آخر الوقت، هذا معناه. ويؤخر المحرم صلاة العشاء وجوبا لأجل خوف وقت حج بفوت الوقوف بعرفة لو صلاها متمكنا، لأن قضاءه صعب. وهذا تأخير الصلاة، يعني أولا تعجيل الصلاة هو الأفضل، ثم في بعض الأحيان يفضل تأخير الصلاة إلى آخر الوقت. في الباب الماضي ذكرنا وجوب تأخير الصلاة إلى هنا، إلى خارج الوقت، لأجل غسل ثوبه المتنجس، وهذا يجب تأخير الصلاة إلى خارج الوقت. وهنا يعني صلاة أخرى يجب تأخيرها، أين هذا؟ صلاة المحرم، يؤخر المحرم صلاة العشاء، هذا محرم بالحج ليس بالعمرة. المحرم بالحج رجلا أو امرأة يؤخر صلاة العشاء وجوبا، يجب تأخير، لماذا؟ لأجل خوف فوت حج بفوت الوقوف بالعرفة، يعني وهو مسافر إلى العرفة، لو وقف للصلاة أو يعني لو صلى متمكنا يفوته الوقوف بالعرفة، يعني يطلع الفجر قبل وصوله إلى عرفة، فإذا هكذا يخاف، فإذا ماذا يفعل؟ هو يؤخر صلاة العشاء وجوبا ثم يذهب ويقف بعرفة ويدرك الحج. لماذا هذا التأخير واجب؟ لأن قضاءه صعب، يعني قضاء الحج صعب، لأجل ذلك. فإذا اعتبر الشرع مشقة قضاء الحج أوجب تأخير صلاة العشاء إلى خارج الوقت. ثم والصلاة تؤخر لأسهل من مشقته، لأن قضاءه صعب والصلاة، هكذا عطفا على قضاء، أو هذا جملة حالية، والصلاة تؤخر، أو الصلاة يعني لأن قضاءه صعب ولأن الصلاة تؤخر لأسهل من مشقته، يعني لسبب هو أسهل من مشقة قضاء الحج. مثلا هذا تأخير الصلاة لأجل الجمع، تأخير الصلاة لأن يصلي جمعا، فإذا في السفر مشقة، هذا مشقة عادية فقط، سهل جدا. ممكن يوجد في بعض الأسفار لا يوجد مشقة أصلا، ومع ذلك يجوز يعني تأخير صلاة الظهر إلى وقت العصر، كذلك المغرب إلى العشاء، هكذا يجوز مع وجود مظنة المشقة، لا تكون المشقة موجودة فالمظنة فقط توجد، مع ذلك يجوز. أما هنا مشقة يعني حقيقة موجودة وهو أشق،
ولا يصليها صلاة شدة الخوف. يعني فهذا الرجل المسافر هل يصلي صلاة شدة الخوف؟ صلاة شدة الخوف يعني يصلي على مركبه الفرلة إلى أي جهة تتجه راحلته، هكذا هل يصلي أو لا يصلي؟ لا يصلي هكذا، يعني لا يكلف بصلاته هذا العشاء صلاة شدة الخوف، بل يكلف بالتأخير. ويؤخر أيضا وجوبا، يؤخر أيضا وجوبا من رأى نحو غريق أو أثير لو أنقذه خرج الوقت. هذا وقت يعني حالة وجوب تأخير الصلاة. ما هذا؟ يعني رجل رأى غريقا يغرق في الماء، إما في البئر أو البركة هكذا، أو رجل أسير أسر يعني ظالم أسره، لو ذهب ينقذه كيف ينقذ؟ فهذا يعني الغريق يغرق يعني يخرجه إلى خارج الماء ويحتاج إلى وقت. كذلك الأسير يعني هو يقاوم ما هذا الذي أسره مع هذا الظالم حتى يخلصه، هذا يستغرق وقتا يحتاج إلى وقت، فإذا تفوته صلاته في الوقت. في هذا الحالة أيضا يجب يعني تأخير الصلاة. ثم هذا أسير كذلك غريق مثال، نحو غريق كذلك مثلا يعني نحو حريق، مثلا انتشرت النار في مكان في بيت أو هكذا في مكان، فإذا لو ذهب لإطفاء هذه النار يفوته الصلاة، لا بس هو يفوت الصلاة وجوبا. وكذلك رأى صائلا على محترم لو دفعه، مثلا رجل يريد أن يغتصب امرأة أن يغتصب عرلها، فإذا هو يذهب يخلصها حتى يفوت الصلاة هكذا. نعم. ثم كذلك لأجل تشييع جنازة أيضا يؤخر الصلاة، لكن الميت يعني يخاف انفجاره، يعني لو أخر مثلا هذا ميت مضى عليه أيام ثم وجد بعد ذلك عثر عليه وجد، فإذا يخاف انفجاره لو أخر يعني غسل هذه الميت كفنه دفنه، فإذا هو يذهب لغسله وكفنه ودفنه ويؤخر صلاته، هذا أيضا واجب. هكذا يعني حالات لوجوب تأخير الصلاة. ثم فرع، يكره النوم بعد دخول وقت الصلاة وقبل فعلها، حيث ظن الاستيقاظ قبل ليقه لعادة أو لإيقاظ غيره له، وإلا حرم النوم الذي لم يغلب في الوقت. ثم هذا في بعض الأحيان يحرم وفي بعض الأحيان يكره النوم، والنوم يعني هو مظنة تفويت الصلاة، ممكن يفوت الصلاة، لذلك قال يعني يكره النوم بعد دخول وقت الصلاة وقبل فعلها، أما قبل دخول وقت الصلاة لا يكره أصلا، يعني قبل وقت الظهر هو نام ثم غلب عليه النوم حتى فاتته صلاة الظهر، فهذا النوم لا يحكم عليه بالكراهة ولا بالحرام، أما هذا بعد دخول وقت الصلاة فقبل فعلها. متى يكون مكروها؟ حيث أن الاستيقاظ قبل ليقه، يعني قبل ليق الوقت حتى لا يخرج جزء من الصلاة عن وقته. كيف يظن لعادة هو هكذا ينام يعني 10 دقائق أو يعني ساعة هكذا، ثم في عادته يستيقظ قبل ليق الوقت، لذلك ظن، فإذا ليس الظن غير مستند إلى شيء، بل لهذا الظن مستند. ما هذا المستند؟ إما استيقاظه لعادته أو لإيقاظ غيره له يوقظه غيره، إما يكون هذا الإيقاظ المنبه يعني الساعة المنبهة يكفي، هو لبت ساعة المنبهة لوقت لساعة هكذا ثم أراد أن يستيقظ، فهكذا يكفي، يعني ينبغي أن يكون ظنه مستندا إلى سببه وإلا حرم، يعني
لو لم يكن عنده ظن مستند إلى أحد هذه الأسباب، إما ظن عشوائي أو أن ليس ظن، هو نام بدون أي شيء، فإذا يكون حراما. الذي لم يغلب في الوقت، متى يكون حراما؟ لو كان النوم غير غالب عليه. أما رجل غلب عليه النوم مثلا بسبب سهره في الليلة الماضية أو بسبب تعبه أو مرضه هكذا لسبب ما غلب عليه النوم حتى لا يستطيع أن يصلي مع هذا النوم الغالب، فإذا نام فلا بأس، لا يكون حراما، بل لا يكون حراما. فرع يكره تحريما صلاة لا سبب لها، يكره تحريما يعني في بعض الأوقات يحرم الصلاة، وهذا الذي يقول يكره تحريما. الكراهة التحريمية والحرام كلاهما في الاسم واحد، لكن الفرق في الاصطلاح عند الأصوليين، يعني لو كان هذا النهي لا يحتمل التأويل هم يعبرون بالحرمة يحرم هكذا. لو كان النهي يعني النهي الجازم، لو كان النهي جازما يطلب أن يكون يعني حراما، ثم هذا النهي الجازم يحتمل التأويل هم يعبرون بالكراهة التحريمية، فهذا نظرا إلى هذا الدليل، يعني دليل النهي هل يحتمل التأويل أو لا يحتمل التأويل وهكذا. أما في الاسم ليس فرق بينهما، كلاهما شيء واحد. نعم، يكره تحريما صلاة لا سبب لها. ثم يعني عند السادة الحنفية الكراهة على عند الاطلاق هي الكراهة التحريمية، الكراهة يعني الكراهة التحريمية. لو قال السادة الحنفية في كتب فروعهم يكره معناه الكراهة التحريمية. هل أنتم تسمعون يا إخواني؟ ألو؟ تسمعون. ثم فإذا هكذا يكره تحريما صلاة لا سبب لها كالنفل المطلق. أي صلاة؟ صلاة لا سبب لها مثاله النفل المطلق. ومنه يعني من النفل المطلق صلاة التسبيح. هذا صلاة التسبيح يعني صلاة يندب فيه، يطلب فيه التسبيح 300 مرة. هذا يعني 4 ركعات، في كل ركعة 75 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا في القيام بعد الفاتحة والسورة ثم الركوع والاعتدال هكذا مجموع، يعني هذا هو صلاة التسبيح. ورد في فضل هذه الصلاة أحاديث. نعم، سيأتي تفصيله في صلاة النوافل. نعم، وصلاة التسبيح هل هو من النفل المطلق الذي لا سبب لها الذي يحرم في هذه الأوقات التي سيذكرها؟ نعم، ويحرم، فيه خلاف، لذلك هو صرح ومنه صلاة التسبيح. ثم أو لها سبب متأخر، إما هذا صلاة لا سبب لها أو لها سبب لكن هذا السبب متأخر عن الصلاة، كيف؟ كركعتي الاستخارة وهو يستخير لشيء والشيء يكون بعد هذه الصلاة، فإذا هذا الصلاة أيضا يكره تحريما. أو إحرام، ركعتا الإحرام يصليهما قبل الإحرام، السبب هو الإحرام، وكذلك بعد أداء صبح، فهذه الصلوات متى يحرم أو يكره تحريما؟ بعد أداء صبح. ثم أي أداء هذا؟ أداء موغن عن القضاء، هكذا كتب الباجوري. فإذا هذا رجل صلى، لكن هذه الصلاة لا تغني عن الإعادة والقضاء، فهذا الأداء لا يعتبر، يجوز له أن يصلي بعد هذا الأداء حتى ترتفع الشمس كرمح.
يعني هذا ارتفاع الشمس هو وقت معلوم عند العرب، هم كانوا يعني يذكرون الأوقات، يميزون الأوقات عندهم بمثل هذا التعبير. مثلا أولا طلوع الشمس، ثم ارتفاع الشمس، ثم وقت الضحى أو ضحى الشمس، ثم زوال الشمس أو استواء النهار هكذا، ثم بعده العصر، ثم إحمرار الشمس، ثم غروب الشمس، ثم الشفق الأحمر الأبيض هكذا، ثم انتصاب الشمس، ثم فجر الكاذب، ثم فجر الصادق، هكذا كانوا يميزون بين الأوقات. ليس كما نحن اليوم، نحن نميز بذكر الساعات، ساعة هادية، ساعة عاشرة، ساعة رابعة، هكذا نذكر. أما كان العرب يقولون يعني حتى ترتفع الشمس. الفقهاء حسبوا هذا الوقت واستخرجوا أن هذا يساوي تقريبا 20 دقيقة بعد طلوع الشمس. بعد طلوع الشمس يكون 20 دقيقة تقريبا. ثم في بعض البلاد يعني عندما يقل طول النهار، بياض النهار يقل هذا، ثم عندما يطول بياض النهار هذا يطول هذا الوقت. فإذا هكذا حدد بعض العلماء بأن هذا يساوي 20 دقيقة. وعسر، عسر يعني بعد أداء صلاة العشر أيضا حتى تغرب الشمس. وعند استواء غير يوم الجمعة، عند الاستواء أيضا لكن غير يوم الجمعة. وإذن هذا ماذا يكون الحرام في هذه الأوقات؟ هل يحرم وقوع جزء من الصلوات المذكورة في هذا الوقت؟ يعني مثلا هذا رجل بعد صلاة الظهر والعصر، مثلا قبيل الاستواء هو أحرم، أو يعني قبل 10 دقائق هو أحرم بصلاة ثم طول حتى تستوي الشمس وتزول أيضا، هل يحرم؟ لو كان المراد وقوع جزء من الصلاة في هذه الأوقات يحرم هذا، لكن ليس هذا مراده، بل مراده بالنسبة إلى استواء الصلاة هذا يعني انعقاد إحرامه بالصلاة. فإذا اتفاق أو موافقة الإحرام بصلاة لأي شيء، لاستواء، لوقت استواء الشمس، هذا هو الحرام. فإذا لو بدأ الصلاة يعني قبل الاستواء ثم طول حتى تجاوز هذا الوقت لا يحرم. لا ما له سبب. فإذا ذكر هنا في هذا الفصل 3 أنواع من الصلاة، ما لا سبب له، أو له سبب متأخر، أو يعني له سبب متقدم. لا ما له سبب متقدم، لو كان لهذه الصلاة سبب متقدم فلا يكره تحريما. مثلا كركعتي الوضوء، سببه الوضوء هو متقدم، يصلي ركعتين بعده، وكذلك طواف، يصلي ركعتي طواف بعد الفراغ من الطواف، كذلك تحية، ركعتي تحية سببه دخول المسجد، ثم كسوف وصلاة جنازة، كل هذا سببها متقدم. ثم ولو على غائب، ممكن هذا صلاة الجنازة لو كان على الغائب أيضا، لماذا؟ سبب متقدم، سبب موت هذا الرجل، لأجل ذلك يجوز الصلاة على الميت الغائب في هذه الأوقات المكروهة. وإعادة مع جماعة، وكذلك هذا إعادة مع جماعة في هذه الأوقات ليس بمكروه، ولو إماما وكفايتة، يعني وهو يلزمه نية الإمامة، يعني هذا الرجل يعيد الصلاة، كيف يعيد مع الجماعة؟ لو كان يعيد منفردا أيكره،
هذا معنى قوله مع الجماعة. فإذا لو كان إماما كأنه يعيد منفردا، لماذا؟ لا يجب عليه نية الإمامة، الإمام لا يجب عليه نية الإمامة، بل يندب له أو يتعين عليه نية الإمامة لحصول ثواب الجماعة فقط. أما بالنسبة إلى صحة الجماعة هذا ليس بواجب. فإذا هذا حينما يعيد الصلاة إماما كأنه يعيد منفردا، لذلك قال في التحفة يجب عليه نية الإمامة، هكذا قال. لماذا قال ولو إماما؟ ردا على خلاف الإمام البلقيني. الإمام البلقيني قال لو كان الرجل يعيد الصلاة إماما لا يعيد في هذه الأوقات، ردا عليه قال ثم وكفاية فرل أو نفل لم يقصد تأخيرها للوقت. سبب متقدم كركعتي وضوء كذا كذا ثم وإعادة مع جماعة، هذا سبب أيضا متقدم. وكفاية فرل أو نفل لم يقصد تأخيرها للوقت المكروه، يعني أسباب هذه الصلوات كلها متقدمة. إذن هذا النفل أو فائتة فرل لم يقصد تأخيرها، تأخير هذه الفائتة للوقت المكروه ليقليها فيه. لو تعمد هكذا فهو معاند، كأنه معاند للشرع، لذلك يحرم. أو يداوم عليها أو يعني يؤخرها، لماذا؟ ليقليها فيه أو يداوم عليه. لو لم يقصد هكذا التأخير أو لو لم يداوم عليه، لو داوم على هذا القضاء في هذه الأوقات فأيضا يكره تحريما. فإذا يجب عدم المداومة على القضاء في هذا الوقت، وكذلك عدم قصد قضائه في هذا الوقت خاصة. ثم فلو تحرى إيقاع صلاة غير صاحبة الوقت في الوقت المكروه من حيث كونه مكروها فتحرم مطلقا. فلو تحرى يعني وقصد ونوى، ماذا نوى؟ أن يوقع صلاة. أي صلاة؟ غير صاحبة الوقت، يعني العصر والصبح هكذا. أين يوقع؟ في الوقت المكروه من حيث كونه مكروها فتحرم، هذا حرام مطلقا، يعني سواء كان سببه متقدما أو متأخرا، أو سواء كان له سبب أو لم يكن له سبب، هكذا يحرم مطلقا. لا، ليس الحرمة فقط ولا تنعقد. هناك يظهر فائدة الإطلاق، لا تنعقد أي صلاة كان، يعني ما له سبب لا تنعقد. أيضا لو تحرى كذلك، ما ليس له سبب لو لم يتحرى فهو حرام فقط، مع ذلك تنقض الصلاة. أما هنا لا تنقض الصلاة إلا ولو فائتة يجب قضاؤها فورا، لا تنقض. لماذا؟ مؤاخذة عليه لأجل هذا القصد، لأنه معاند للشرع. نعم. فإذا فرغنا من الشرط الرابع وما يتعلق بها. والذي يليه يعني الشرط الخامس نكتفي بهذا اليوم. اللهم بارك لنا في تعلمنا وتعليمنا، وأعطنا اللهم حلا وافرا بهما، وجعلنا مخلصين لوجهك الكريم. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة أعمالنا، وقرب بالعافية غدونا وأصالنا. اللهم كلنا ولا تكن علينا حيث كنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا مع أرواح قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا وآخرتنا. اللهم ارفع هذا الوباء من العباد والبلاد. اللهم ارفع هذا الوباء من العباد والبلاد. اللهم ارفع هذا الوباء من العباد والبلاد. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأصقاء. اللهم احفظنا وأهلنا وأولادنا وذرينا وسائر المسلمين من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنها وضيق عيشها وعذاب الآخرة. واحفظنا وإياهم من الوباء والبلاء والغلاء والقحط والزلزلة والشدائد
والمحن ما ظهر منها وما بطن. جميل اللهم اغفر جميل. لنا ذنوبنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولأزواجنا ولأولادنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء والمؤمنين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا مولانا، جزاكم الله خيرا استاذ. تفضل. شيخنا لو سمحت، الضابط في التخفيف صلاتين مثلا ركعتين مخففتين، ضابطة التخفيف هل هذا ما يقصر عليه، ما يقصر على الأركان أو على أقل الكمال؟ ماذا ما فهمت مثلا قول الفقهاء مثلا ركعتين مخففتين، المراد بالتخفيف هنا ما يقصر على الأركان فقط لا مخففت على أقل الكمال؟ أين يعني عند الخطبة أو مطلقا؟ لا هذا يختلف، يعني لو كان أثناء خطبة الخطيب يوم الجمعة فهناك يعتبر يعني هذا أقل، لا يعتبر أقل الكمال، بل يعني الأركان الاقتصار على الأركان، على الأركان فقط. نعم هذا صلاة التحية منقدة، أما غير التحية لا تنقد وقت الخطبة. الخطيب يخطب، دخل رجل هو يصلي التحية، ما لو صلى يعني ما قبل رواتب الجماعة القبلية لا تنقد. وهناك ذكر يعني أن يكون مخففا، ركعتين مخففتين معناه الاقتصار على الأركان. أيوة. أما تخفيف الصلاة بالنسبة إلى الإمام مثلا، إمام مكلف بتخفيف الصلاة. نعم. نعم. الله يبارك فيك. في نفس الموعد. الله يتقبل منا. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. آمين آمين. نلتقي غدا في نفس الموعد الساعة 7. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.